يا مساء الفل والنور والهنا على كل مشاهدين الاعزاء، كل اللي بيتفرجوا علينا وبيتابعوا برنامج السفيره عزيزه. اهلا بيكم في حلقه جديده من بيتنا، بيت السفيره عزيزه. نرحب بيكم، نتمنى لكم مشاهده طيبه ان شاء الله. ومساء الفل عليك يا سوسي، يا حلوه قوي يا اللي وحشاني. الله، انت اللي قمر يا نوني، وحشتيني جدا جدا جدا. مساء الفل عليكي وعلى كل مشاهدي دي ام سي ومشاهدات السفيره عزيزه. بنرحب بيكم في حلقتنا النهارده، هنقدم لكم فيها اخبار وفقرات متنوعه ومختلفه، يا رب تعجبكم. خلينا نبدا على طول باهم الاخبار. بما انك انت بقى داخله سخنه كده وقلتي ايه، نبتدي على طول باهم الاخبار. هو فعلا خبر مهم جدا. اول خبر معانا في حلقتنا النهارده من مدينه العالمين الجديده الجميله جدا، لان بعد ايام قليله هتشهد انطلاق الدوره الاولى من مهرجان العالمين الجديده. والمهرجان ده هيبقى اكبر مهرجان ترفيهي ورياضي في الشرق الاوسط. كل ده هيكون على ارض مدينه العالمين الجميله. المهرجان بيقام تحت عنوان العالم عالمين، وهيبدا من يوم 13 يوليو ويستمر لغايه يوم 26 اغسطس اللي جاي. يعني اللي مش هيلحق يروح في الشهر 7 ممكن يروح في شهر 8، وعندهم 45 يوم كاملين. ال 45 دولت يوم اسفل، في ال 45 يوم دولت هتستقبل مدينه العالمين حوالي مليون زائر، مش بس من مصر ولكن من الوطن العربي كله. كلهم هيجوا عشان يحضروا فعاليات المهرجان الاول من نوعه. وعايزه اقول لك يا سالي على حاجه مهمه جدا، ان المهرجان كمان هيبقى متنوع، لان فعاليات المهرجان ما بين فعاليات رياضية، ما بين مسابقات ترفيهية، ده غير حفلات غنائية لأشهر نجوم سواء في مصر أو في العالم ككل. حاجة جميلة جدا 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 جدا. وطبعا احنا محتاجين تنشيط للسياحة، وده يعني حدث ترفيهي بالحجم ده على أرض مصر هو أكبر رسالة للعالم على استقرار مصر وعلى النهضة العمرانية الكبيرة اللي حصلت في السنوات القليلة اللي فاتت. محدش كان يصدق ان ارض العالمين اللي كانت صحراء اتحولت لوجهة سياحية بالجمال ده في خلال وقت قليل جدا. خلينا نشوف الاجواء والاستعدادات قبل يومين من انطلاق المهرجان، ومن خلال مراسلنا محمد سعيد. خلينا نروح لمحمد سعيد. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا سالم، مساء الخير يا نوى طبعا، ومساء الخير كل مشاهدي دي ام سي في كل مكان من مدينه العالمين الجديده. الحقيقه الجميع بيستعد، يعني بعد ساعات قليله هيكون المؤتمر الصحفي الخاص باعلان كافه التفاصيل النهائيه لمهرجان وانطلاق النسخه الاولى من مهرجان العالمين الجديده تحت مسمى العالم عالمين. الحقيقه اسم على مسمى، لان بالتاكيد المنطقه دي زي ما انتم عارفين وكل مشاهدينا اللي ليهم شويه في التاريخ عارفين ان المنطقه دي على مدار عقود سابقه وقديمه كانت الحرب العالميه الثانيه، وهنا كان في موت وكان في دمار وكانت صحراء لفتره طويله. الحقيقه مصر حبت انها تطور المنطقه دي بشكل كبير جدا. النهارده احنا شايفين ابراج وناطحات سحاب، قرى سياحيه، الحياه دبت بشكل كبير جدا، والامل والفرحه في كل مكان هنا في مدينه العالمين الجديده، وكمان يعني امتدت كمان للمناطق المجاوره ليها سواء المناطق القديمه اللي كانت موجوده هنا في المنطقه. المهرجان الحقيقه الاول من نوعه في الشرق الاوسط هينافس بشكل كبير جدا، وهيكون ان شاء الله من المهرجانات المهمه وهيثبت نفسه، خاصه ان مصر بتمتلك عدد كبير جدا من النجوم، بالاضافه ان المهرجان مش هيكتفي بالنجوم المصريه، كمان هيكون في نجوم عرب ونجوم عالميين في مختلف المجالات الفنيه. هيكون في عروض ازياء كمان عالميه هنا موجوده في مدينه العالمين الجديده. الانشطه الرياضيه كمان هتكون بشكل كبير جدا، سواء في مسابقات للكره الشاطئيه هيشارك فيها نجوم فن ونجوم كره قدم سابقين وحاليين، ايضا كمان هيشارك عدد كبير في بطوله للبادل تنس وعدد اخر من المسابقات الترفيهيه والثقافيه والفنيه هتكون موجوده هنا في مدينة العالمين خلال ال 40 يوم من 13 أغسطس وحتى 13 عفوا الشهر الجاري يوليو، وصولا إلى 26 أغسطس مدة المهرجان اللي هتكون مستمرة، وهتكون فرصة كويسة جدا. يمكن أقرب الحفلات اللي تم الإعلان عنها وبدأت كمان الحجز على تذاكرها حفلة خاصة بالنجم تامر حسني، هتكون موجودة هنا يوم 21 يونيو ويوليو، وبعدها كمان هيكون في حفلات كتيرة مع إليسا ونانسي عجرم، راغب علامة، عدد كبير جدا من النجوم العرب والمصريين. بالتاكيد المنطقه شكلها اتغير، كل الناس فرحانه الحياه بالاستعدادات اللي موجوده برغم حراره الجو، ولكن الوقفه على البحر والاجواء الجميله هنا تخلي الناس تصبر شويه على الشمس لحد الغروب. طب النهارده في مؤتمر صحفي، عندك اي معلومات المؤتمر الصحفي النهارده هيكون عن ايه؟
دي حقيقة. المؤتمر الصحفي هيكون هيحضره ممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أيضا كمان هيحضره وزير الشباب والرياضة ووزيرة الثقافة وعدد من النجوم المشاركين في المهرجان. هيكون هناك إعلان بقى لكل التفاصيل من ضمنها اللي احنا قلناه، سواء ايه بقى المواعيد بتاعة المسابقات الترفيهية الرياضية أو الحفلات الفنية. هيكون الجدول هيعلن بالكامل النهاردة، عدد كبير جدا من الفعاليات هتكون مستمرة في مدينة العالمين الجديدة. وخلال بقى المؤتمر هيكون في فرصة لكل اللي محتاج يعرف مواعيد أو الجدول، هيتم إذاعته ونشره للإعلام، وبالتالي هيكون في فرصة كبيرة لكل الناس اللي حابة تكون موجودة بقى خلال فترة الصيف، سواء هنا في الساحل الشمالي أو في أي مكان تاني حابين يكونوا موجودين في الحفلات المختلفة. وبالتأكيد مصر لما بتحاول تعمل مهرجان زي مهرجان العالمين، هي من البداية بتبتدي بمنافسة كبيرة جدا في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي بشكل عام. طب محمد قول لنا كده، هل في اي اخبار او اي تصريحات عن كواليس حفل الافتتاح؟ لسه الحقيقه في تكتم كبير جدا وفي سريه على الاحداث، خاصه ان كل المسؤولين والمنظمين حابين الموضوع يكون مفاجئ وكل خطوه تكون في وقتها. بالتاكيد احنا كلنا يعني بعد ساعات قليله ان شاء الله يكون المؤتمر الصحفي، ومن خلاله هنعرف كل التفاصيل اللي بالتاكيد بتهم كسالي ونهى وكمان كل مشاهدي دي ام سي في كل مكان. احنا بنشكرك جدا يا محمد، وطبعا كلنا متحمسين ان احنا نحضر معظم فعاليات المهرجان السنه دي في العالمين لاول مره، وهتبقى حاجه حلوه جدا جدا. انا متاكده انها هتبقى حلوه جدا، وبجد بجد نفسي ان انا احضر فعلا الفعاليات. انا رحت مره مدينه العالمين وكنت سعيده جدا بالمكان، لان انا من رواد الساحل الشمالي وكنت بروح كتير وبعدي من قدامها كتير، وكنت دايما شايفاها صحراء ما فيهاش اي حاجه، وفجاه فوجئت بالكم العمار اللي طلع مره واحده والشكل الحضاري الرائع ده، ورحت وتمشيت هناك وكنت في غاية السعادة بجد بجد. أنا يعني في يعني منتظرة وسعيدة جدا إن هيكون عندنا مهرجان زي ده، يعني بجد أنا سعيدة، وأتمنى فعلا إن أنا أقدر إني أحضر معظم فعاليات المهرجان. كلنا وإن شاء الله كده بإذن الله دايما مصر تبقى مليانة بالفعاليات الحلوة اللي بتشرفنا قدام العالم كله، ونبقى كده أحسن من كل الدول في العالم، ونقدر كده ننافس ونجيب سواح كتير جدا 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 جدا، ويعم الخير على مصر. هنروح دلوقتي فاصل صغير، نرجع نكمل معاكم فقره السفير عزيز. ورجعنا لكم مرة تانية، وهنبدأ النهاردة حلقتنا بالفقرة اللي أنا أكتر فقرة حقيقة بحبها، وكلنا مبسوطين وبنكون يعني سعداء جدا 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 واحنا بنعملها، وهي فقرة من دولابي. الفقرة دي ليه مميزة؟ عشان بحس إن احنا بنقدر ندخل الفرحة على قلب بنت عندها مناسبة، سواء كان فرحها، خطوبتها، أو حتى معزومة في فرح وبتشارك واحنا بنشارك معاها فرحتها. دي جزء مهم جدا من تجهيزات اي مناسبه، هو اكيد اكيد الفستان. وعلى مدار الحلقات اللي فاتت في فقرتنا دي قدرنا ان احنا نشارك 6 بنات فرحتهم بفساتين مختلفه، وسمعنا فعلا الفرحه في صوتهم، وان شاء الله نفضل كده دايما مستمرين في مبادرتنا. يا رب ان شاء الله كده ربنا يقدرنا ان احنا نستمر عشان خاطر نقدر نفرح بنات كتير جدا في مناسبه تكون سعيده عليهم. النهارده بقى هنعلن عن الفائزه بالفستان السابع، فستان السواريه اللي كان من تصميم مصممه الازياء منى جوده، واللي قررت ان هي تبقى شريكه معانا في الفرحه وتهدي الفستان للفائزه اللي هتكون معانا على التليفون دلوقتي، هاجر اشرف. عايزه بس اقول حاجه مهمه، ان هاجر عمرها 24 سنه وهي تعتبر الفائزه السابعه بفستان الفرح. يا هاجر. الو. ايوه يا هاجر، مساء الفل. مساء النور. كل سنه وانت كل سنه وانتي الف الف مبروك يا هاجر. الله يبارك فيكي. وقولي لنا بقى، الفستان عجبك ولا ايه؟ الفستان حلو قوي، واي حاجه منكم حلوه بجد، ربنا يخليكي. طب قولي لنا يا هاجر، عرفتي ازاي عن المسابقه؟ انا بتابع برنامج السفيره عزيزه وبحبكم جدا جدا، وبحب كل فقراتكم عموما، واحنا اكتر.
فشفتكم عاملين اعلان على البيتزا بتاعتكم فدخلت كتبت واشتركت وانبسطت جدا ان انتوا كلمتوني والصراحه ما كانش في عيني الصراحه. عموما باين من صوتك الحمد لله انك انت فرحانه بالفستان. طب قولي كنت متوقعه انك انت تكسبي الجائزه دي؟ كنت متوقعه انك انت تكسبي الفستان ده؟ لا ما كنتش متوقعه خالص بصراحه. لما احلى احساس انا اتفاجئت وقعدت طول الليل اصلا ما نمتش وعماله اقول لكل الناس وماشيه اقول في اكلم نفسي كنت مبسوطه جدا الحمد لله. طب قولي لنا هتحضري بيه ايه؟ الفستان فستان سواري مش فستان فرح، فقولي لنا بقى قررتي هتحضري بيه ايه؟ عندك مناسبه قريب؟ انا عندي مناسبه يوم 19/7 انت جه في وقته ويوم 20/7 اصلا وكنت عماله ادور اجيب ايه ولا اعمل ايه، كانت بتاعت واحده قريبتنا صراحة هحضر بيه المناسبة إن شاء الله. إن شاء الله كده يبقى وشه حلو عليكي وتبقي أشيك واحدة إن شاء الله في المناسبة دي. الله يكرمكم يا رب، ربنا يوفقك. ألف ألف مليون مبروك يا هاجر، وإن شاء الله كده إيه تلبسيه في 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 الصحة وتدوبيه في عرق العافية زي ما بيقولوا. رب الله يخليكي، الله يخليكي دايما يا رب متألقين ومن نجاح لنجاح يا رب دايما في برنامجكم الجميل ده. ربنا يخليكي، بنشكرك جدا يا هاجر. شكرا ليكي يا هاجر. والنهارده معانا في فقره من دولابي منورنا مصمم الازياء محمد ناجي، وهو واحد من اشطر المصممين بصراحه الشباب اللي موجودين دلوقتي. ليه مشاركات في مسابقات عالميه، حقق نجاح كبير جدا في صناعه الازياء. النهارده هو معانا في سفيره عزيزه وهيشارك معانا في مبادره من دولابي فستان زفاف. هيعرض كمان مجموعة فساتين سواري مناسبة للأفراح ومناسبات كتير جدا في الصيف ممكن ناخد منها أفكار. مصمم الأزياء محمد ناجي أهلا بيك ومنور. أهلا بيكي. إحنا مبسوطين جدا طبعا إن أنت موجود معانا، ومبسوطين كمان إنك أنت بتشارك معانا في مسابقة من دولابي. إيه رأيك في المبادرة بتاعتنا؟ حاجة جديدة وحلوة، يعني إنك تحس إن أنت بتفرق في حياة حد، دي حاجة طبعا كويسة جدا، وخصوصا فكرة إن هو فستان زفاف، فده حاجة متهيألي بتبقى حاجة مهمة جدا لأي عروسة. أكيد. فإن أنا أقدر إن أنا أساعد حد في حاجة زي كده فأكيد دي حاجة بالنسبة لي كبيرة جدا. طيب ميرسي ليكوا أكيد. ميرسي ليكوا. إحنا دلوقتي أكيد عندك فساتين كتير جدا في الأتيليه، فساتين زفاف. ليه اخترت الفستان ده بالذات؟ الفستان ده تاني فستان زفاف عملته في حياتي كلها، كان لواحدة صاحبتي وكنت بجرب، يعني اللي هو أنا عايز أعمل فستان زفاف بس اللون مختلف. هو فضي شوية. فبالنسبة لي السكيرت دي بتتشال. فكان بالنسبه لي كميه الاعجاز العلمي ان انا عامل تو لوكس، ده بالنسبه لي اللي هو ايه ده، ايه اللي انا عامله ده، يعني تدخل الزفه كده وبعدين بعد شويه يبقى الفستان ضيق كويس. فده كان بالنسبه لي اللي هو لا ده انا كده خلاص، ايه اللي صعب، انا وصلنا. فبالنسبه لي كان يعني قطعه مهمه جدا ليا، ويعني حبيت ان هي تبقى حاجه كويسه انها ان حد يفرح بيها، ولانها فعلا سبيشال بيس عندي جدا. هو فعلا فستان جميل جدا، واللي عاجبني فيه التطريز ان هو معمول باللون الفضي او اللون الرمادي شويه. حتى التول القماش كده ما هوش فستان ناصع البياض، يعني حتى لو حد مثلا عايز يلبسه في خطوبه ممكن برضو ان هو يتلبس في خطوبه. يعني هو طبعا فستان زفاف اكتر، ولكن هو فستان حلو في كل المناسبات. في الوقت اللي احنا فيه ده بقينا خلاص بيلبسوا حتى الاوف وايت في الخطوبه عادي، ما عندهمش مشكله. لا عادي ممكن يتلبس في اي مناسبه، بس متهيألي زفاف يبقى احلى. اكيد اكيد طبعا. طب قول لي بقى، انت خريج كليه التجاره ولكن يعني واضح انك انت ما اشتغلتش بالشهاده اللي انت اخذتها. لا. ايه اللي خلاك تتجه لتصميم الازياء؟ من وانا صغير كنت بحب جدا فكره الديزايننج، انا كنت بحب الرسم جدا. كنت احب ان انا ارسم مجلات زمان بقى الصغيره اللي كانت عندنا في البيت دي، كنت احب اخر صفحات ان انا ارسم الديزاين زي ما هو. شويه ابتدى معايا الفكره لو ما انا بقدر ارسم فممكن اغير الديزاين، ممكن يبقى مثلا وان شولدر اخليه تو شولدر عادي، يعني الدنيا جميله. قعدت اخد كورسز بس كانت اونلاين، ان انا ازاي ادرو بس مش اكتر، ان انا ازاي ارسم الديزاين بتاعي اشوفه. اما دخلت بقى في الجامعه حسيت ان يعني بصراحه دخلت تجاره بناء عن اهلي، لان انا ما كنتش حاببها قوي، بس الفكره لقيت ان انا اقدر. في اعتراض من اهلك علشان ان انت عايز تشتغل ديزاينر؟ لا لا خالص، كانوا بيشجعوني جدا، بس الفكره ان هم مش عارفين، هي مش حاجه مش ستيبل اللي هو هتبقى ولا مش هتبقى. فكانوا بالنسبه لهم ان هو يعني خصوصا ان الفاشن ديزاينينج تقدر تتعلمه في اي كورسز ثانيه، فالدنيا اخف شويه. فدخلت معهد ما للفاشن واتعلمت فيه. بعديها الحمد لله دخلت فاشن شو، كانت مسابقه بتتعمل على مستوى الوطن العربي، الحمد لله كسبتها. برافو عليك ومبروك. ربنا يخليك، ميرسي. بعديها بقى كانت المفروض الجائزه بتاعتها ان انت تعمل ميني كوليكشن ليك.
من هنا بقى حسيت ان هو يعني حاسس ان ربنا بيقول لي ده طريقك، يعني انت فعلا من الاول كان نفسك فيه فان شاء الله هيبقى طريقك. طب انت عندك اخوات بنات او ولاد خالتك بنات، يعني حاسه كده ان هو عشان تبقى بتفكر في الموضوع من وانت صغير لازم يبقى فيه تاثير حواليك، بتسمع كتير على الفساتين من اختي هي اللي كانت بترسم كويس قوي وهي اللي علمتني بقى ازاي ارسم، فبناء على انها اتعلمت من البنت فكانت بتعلمني ارسم عروسه، ارسم حاجات زي كده، فغالبا طلعت الفكره من هنا. ممكن مامتك بتعرف تخيط؟ لا خالص. لا 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 بس ماما بتحب الفيلد بتاعنا، يعني دايما تشجعني تقول لي يعني اي ديزاين ليا لازم اول واحد يشوفه مامتي. يعني لازم ارجع اقول لها ايه رايك؟ عجبك ولا لا؟ تقول لي اه بس مش عارف ايه، اقول لها بس عجب العروسه. طيب انت خلصت دراستك في كليه التجاره وبعد كده اتجهت الى غير الكورسات الاونلاين، اتجهت الى المعهد الايطالي لتصميم الازياء اف دي سي. طيب هل ده فادك في الكارير بتاعك في 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 مجال تصميم الازياء يعني؟ اه فادني كتير، يعني خلاني ازاي الديزاين اللي في دماغي ازاي اقدر اخليه قدامي على ارض الواقع، فكان بالنسبه لي كان مهم جدا، يعني فادني بصراحه كتير جدا في الحته دي، لان الحمد لله قدرت اشوف تصميماتي قدامي، كنت بسكتش بس. طب احنا عايزين نشوف تصميماتك بقى قدامنا كمان. نشوف اول تصميم لمحمد بعد الفاصل. طيب يبقى بعد الفاصل هنروح لفاصل نرجع نشوف تصميمات مصمم الازياء محمد ناجي اللي منورنا في الاستوديو. معانا مصمم الازياء الشاب محمد ناجي اللي معانا النهارده في الاستوديو، جايب لنا تصاميم تجنن عايزين نبتدي نتفرج عليها. محمد انت منورنا بس صحيح. نشوف تصاميمك بقى الاول. نبتدي. ده فستان عروسه بقى ولا ده عروسه؟ ده عروسه. ده فستان عروسه. هل فستان العروسه الموضه بتاعته بتختلف من سنه لسنه وكل كوليكشن لازم تطلع بافكار جديده؟ كتير كتير فعلا. فستان العروسه اكتر حاجه بيبقى ليها اختلاف من سيزون لسيزون عشان هي السبوت كله عليها، يعني طبعا هي العروسه بالظبط. طب وايه الالوان اللي بتميز فستان الزفاف لسنه 2023؟ هو دلوقتي في الوان جديده دخلت معانا، يعني مثلا الشامبين بقى منتشر قوي اليومين دول، الروز جولد بقى موجود معانا. العروسه فرح؟ العروسه مش خطوبه. لا 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 اوكي. بقى موجود معانا السنه دي الاوف وايت طبعا معانا، وانا ده اللي بحبه جدا، يعني انا اكتر من الابيض. والابيض اكيد مكمل معانا بس ممكن يكون ده اللي اقل كتير عنهم عن الاول. طب الاحلى في الفساتين السنه دي المنفوش ولا الضيق؟ بيرجع انا بالنسبه لي بيرجع للعروسه، يعني العروسه بترتاح في ايه وايه اللي بيطلع الشيب بتاع جسمها مظبوط قوي. طبعا اكيد انا بحس ان الديزاين زي كده بيبقى فيه فليكسيبيليتي اكتر، لان الفستان بيتشال وطبعا العروسه بيبقى عليها لود كبير قوي، فالاكستنشن ده اصعب حاجه في الفستان او اتقل حاجه في الفستان. فعشان كده اما بيتشال من عليها بحس انها بتبقى فيه فليكسيبيليتي، تقدر تتحرك تروح. طب انت بتقول كنت بتقول دلوقتي اللي يليق على الشيب بتاع العروسه، هي ممكن تجي لك عروسه تقول لك مثلا انا بيليق عليا كذا اكتر، وانت شايف انه لا ممكن حاجه تانية تليق عليه، بتتناقش ازاي بتتعامل معاها ازاي؟ طبعا في مناوشات بتحصل، ولكن الفكره اللي هو بحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا ارضي العروسه، لان طبعا ده يوم مهم عندها، بس في نفس الوقت ان انا اكون الديزاين مقتنع بيه، فبنحاول نتكلم مع بعض. طب ممكن نجرب ده، طب ممكن نجرب لحد الفيتنج نشوف هيحصل ايه، هنجرب الشيب ده. لو هو ان الفيتنج ومش عاجب عايزه تغير حاجه بتغير عادي؟ بنغير بس متضايق. بس لا بس اكتر حاجه عجباني انك انت دايما بتقول ايه الاكستنشن او السكيرت اللي بتبقى فوق الفستان انها ممكن تتشال بزبط. لان في فتره معينه كده طلعت موضه ان العروسه ممكن تلبس اكتر من فستان في نفس الفرح، فانت كده عملت لها حققت لها اللي هي عايزاه بالظبط، ولكن بتكلفه اقل بالظبط، دي البوينت. وتعب اقل وتعب اقل بقى عماله بالظبط يعني. وفي الوقت نفسه عملت اتنين لوك كل واحده مختلفه، لان معظم الوقت الاكستنشن دي بتبقى سكيرت واسعه او منفوشه بالظبط، فانت حققت لها كل اللي هي بتتمناه. يعني في حاجات يعني ديزاينز ثانيه بيبقى فول سيركل، يعني السكيرت الثانيه دي كامله، يعني بتدخل فعلا انها عروسه دول جون وبعد كده بيبتدي
نشيل من عليه يبقى عليه الفستان مثلا مرميت ايا كان. طيب بالنسبه بقى للسواريهات، يا ترى ايه موضه سواريهات 2023 وايه الوان الموضه السنه دي؟ الواضح قوي السنه دي وفعلا يعني حتى الكلاينت نفسه بيجي طالبه الباستيل، الالوانات الباستيل كلها مطلوبه جدا الايام دي. ممكن عشان احنا خلاص في السمر وخلاص داخلين على يعني داخلين على الربيع خلاص، فالدنيا متهيالي حابه اللون ده الالوان دي اكتر. بس هي بصراحه حلوه مبهجه طبعا. هل في لون معين من الالوان الباستيل؟ يعني مثلا انا عارفه ان السنه اللي فاتت كان طالع اللون اللي هو المنت اللي هو اللون الاخضر اللي هو لون النعناع الفاتح. هل لسه ده مكمل معانا؟ اه لسه موجود معانا وموجود معانا برضو اللون اللي عاجبني انا ذات نفسي شخصيا اللي هو اللون اللي هو اليالو باودر اللي هو الاصفر الفاتح قوي ده. تعرف قال لك ايه؟ قالوا لك الاصفر ده او اللون اللي انت بتقول عليه ده بديل للبيج. انه من كتر ما هو لون البيج احنا عاده متعودين ان هو بيمشي على اي حاجه وكل حاجه، فقال لك الاصفر الفاتح ده هو البيج الجديد. يعني خلاص مش هنستخدم البيج؟ لا هنستخدم كل حاجه. ما تقلقونيش. كلمنا عن الفستان ده بقى، الخامات اللي استخدمتها فيه. الفستان ده استخدمت الكريب من تحت، حبيت ان الابر بارت الجزء اللي فوق ده كله يكون فيه شغل كتير امبرودري، فحبيت ان تحت ان انا اخلي الدنيا مات شويه، ان هو يبقى فيه بالانس شويه. اللي فوق ده كله تطريز. طبعا ده تطريز يدوي ولا القماشه هي الاثنين؟ يعني في انا دايما بحب ان انا يعني لو جبنا القماشه زي ما هي حطيناها مفيش سيجنتشر ليك طبعا. اما بتقاد عليها الحاجه وتضيف عليها الحاجه بتاعتك بتحس ان انت عملت لا في بيس مختلفه. صحيح. فده قماش عادي مفرغينه ولكن مزودين عليه امبرودري غير الكريستلز الاسود اللي منتشر عليه. بس فكره التويل عجبتني جدا، وانا شايفه انك انت مازج اكتر من خامه، يعني اللي هو زي ما قلت الكراب والتطريز والتول اللي على اللي هو السكارف والحاجات دي كلها برضو لطيفه جدا الحقيقه. يعني فعلا من الفساتين السهله انها تتلبس لو انا عايزه احضر مناسبه، لو انا عايزه احضر فرح او مناسبه او سهره كبيره او مهرجان، بيتهيألي ده يبقى لوك عظيم. بالظبط مش كده برضو يا سيدي؟ عشان انت خبيره مهرجانات. انا انت عارفه خبيره موضه بالذات. طيب قولي بقى، هل في خامات بتختلف من سيزون لسيزون؟ نقول مثلا الفتره دي في سنه 23 الخامات الكراب طالعه فيها موضه اكتر، ايه بقى؟ دايما في خامات اساسيه معانا، يعني في خامات كتيره قوي بتفضل اساسيه معانا زي الكريب زي الساتان الحرير الشيفون الحاجات دي معانا. اللي بيختلف اكتر او من وجهه نظري اللي بشوفه بيختلف اكتر البرنت بتاع الامبرودري، التطريز شكله عامل ازاي. كل سنه بتلاقي يعني كان في من سنتين كان طبعا اللي هو الطيور والحاجات دي كانت منتشره جدا وليها شكل حلو قوي، بس اليومين دول ممكن بقينا نروح اكتر للحاجات الفلوري الورد الحاجات دي كلها، بقينا نميل اكتر للحاجات دي اليومين دول. وانا نفسي بحب الكلام ده، بحس ان هو ليه شكل معين هو كمان بيبقى في طابع كده يعني او بيدي انوثه للست اللي لابساه. بالظبط. فبالتالي بيبقى شكله حلو. طب لما بتيجي تصمم الكولكشن بتاعك او تصمم مثلا الازياء اللي انت بتعملها وترسم السكتشات بتاعتك، اكيد بتستوحى افكارك من حاجه معينه او حضاره معينه او فكره معينه. بتستوحى افكارك منين؟ هي دايما بتيجي كده حسب المود، يعني على حسب، او ممكن انا ممكن ابقى اكون بعمل سيرش عادي ما فيش اي حاجه وفي حاجه طلعت قدامي، يعني مره واحده بقت انسباير ان في بقى بستوحي ان في فكره جات لي. يعني اللي هو في حاجه في فكره ممكن بقى ابتدي اريسيرش بقى عليها وادور واشوف حاجات تانية واعمل حاجات لحد ممكن اوصل لها. وساعات بعمل يعني ممكن في حاجه تشدني في الاول ولكن بعد كده لا يعني ما تحسهاش. اصل يعني بحس مثلا ما اعرفش لو انت هتوافقيني ولا لا في الراي ده يا سالي، بس بحس ان بيوت الازياء العالميه بتتجه يعني ساعات مثلا ايه الاقيهم اتجهوا للفرعوني، يعني زي مثلا بيت ازياء شانيل مثلا العالمي عمل كده مثلا في سنه من السنين لقينا فجاه كل الديزاينز فرعوني. ممكن يتجهوا للفضاء تلاقي حاجات مثلا عامله زي كده، ممكن الحضاره المكسيكيه الحضاره الهندي الحاجات دي كلها. فانا قلت يمكن انت تكون مثلا بتتاثر بالحاجات دي. ممكن اكون تعجبني شكل يعني اقعد اتفرج عليها زي مثلا باريس فاشن ويك شغال اليومين دول. ممكن يعجبك الفكره اللي هو السيم لا حلو قوي، في حاجات مختلفه كاتس مختلفه، عامل حاجه جديده. ممكن تشدني، بس في العادي الطبيعي مثلا ممكن تكون الفكره، يعني انا بالنسبه لي بيجي لي فكره فببتدي ان انا اشتغل عليها. طيب
لا اتفضلي. والله ابدا. مين اكتر حد من الديزاينرز العالميين اتاثرت بيه؟ يعني بقيت تتابعه كتير قوي قبل ما تبتدي شغلك فعلا على يعني ونزلت السوق؟ هو إلي صعب ده بصراحه، يعني من زمان، يعني انا من زمان كان إلي صعب يعتبر الايدل بتاعي اللي نفسي وان شاء الله هيكون انا وهو فاشن شو واحد ان شاء الله. لا هو اوت اوف ذا بوكس، ممكن يكون ليه سيجنتشر وتعرف البيس بتاعته من اول ما تشوفه، ده حقيقي. ولكن في روح ليه، ممكن يكون روح شرقي عشان احنا شرقيين فعجباني، مش عارف، بس هو ليه فكره مختلفه. يعني انا اعرف اطلع الديزاين بتاعه من وسط ديزاينز كتيره فعلا. بيبقى ليه في شكل زي ما بيقولوا كده بالظبط، زي ما بيقولوا كده ليه سيجنتشر، الشكل ده إلي صعب. طب واحنا نقدر نقول السيجنتشر بتاعتك انت ايه؟ الفيلفت القطيفه دايما، سواء شرايط او سواء الحاجات دي، انا بميل قوي ليها. في الوان معينه اللي هي انا بحب افضلها؟ ممكن يكون السيزون ده زي ما كنت لسه بقول اللي هو اللي هتبقى بتغيرها على سيزونز، يعني مفيش الوان معينه؟ لا 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 الاسود اكيد، يعني الاسود دايما، ما بحبش الاسود حتى ملك الالوان يعني. لا الاسود زي ما ملك الالوان ليه كده، اما بتدخل بنت لابسه اسود انت طبيعي بتبص، هو الاحمر الاحمر دايما طبعاً. بيشدك كده. بس إيه انا الصراحه من الناس القليله اللي ما بحبش قوي البس فستان اسود. هقول لك ليه بقى، لان لما اجي انا بحب التفاصيل وبحب اوصف الفساتين، يعني اشوف مثلا سالي لابسه كذا فاقول سالي كانت لابسه فستان كذا كذا كذا، ولكن لما حد بيبقى لابس فستان اسود بقول ايه كانت لابسه فستان اسود، عمري ما بقول كمان التفاصيل بتاعته. في حاجه كان بتلاقي ناس كتير قوي يعني لابسين اسود لان هو خلاص بقى اسهل حاجه ان هو عندك فستان اسود في الدولاب، حصل ترك خد فستان اسود وانزل ما فيهوش غلط، سيف عشان الشيب عندنا طبعا هنا سيف عشان الشيب طبعا. بس في الاخر هو شيك يعني، ما نقدرش لا 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 اكيد ليه شكله. انا لسه قريب عروسه عملت فستان اسود، لا كده ابيض بقى كده كتير كده عيب لا لا لغايه هنا مش لا بجد كان عامل رد فعل مختلف، رد فعل ايه؟ مفيش ردود افعال في موقف زي ده. ده يوم الفرح يعني، يوم الفرح يوم خطوبتها. ده فرح ايه؟ خطوبتها فرحها ليه؟ مخصوبه هي طيب؟ بتحب لا 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 مش مخصوبه على الجوازه خالص، بس هي ممكن ليها فكره. يعني انا بصراحه انا كنت مستغرب الاول بقول لها ليه اسود، بس لا هي حبته وفعلا طلع حلو. طب احكي لنا على موديل الفستان الاسود بتاع عروسه، احب قوي اعرف. انا عايز اعرف قصه الجواز دي لو سمحت. فستان كبير منفوش تمام، ساتان. هي اصلا الفكره ان هي واخداه من فستان مامتها، ومامتها عملت فستان اسود في خطوبتها برضو؟ لا ده هو وراثة. اوكي مامتها كملت الجوازة عادي؟ لا الحمد لله تمام. طب الحمد لله. طب خلاص يعني طمنا على البنت بالظبط. هي كانت حابة ان فستان مامتها تعمل له ريديزاين ليها دلوقتي، ابتدينا نشتغل عليه وابتدينا نغير فيه بيسز، نشيل منه تطريز قديم شوية، ابتدينا نغير فيه شوية حاجات لحد ما قدرنا الحمد لله عملنا فستان. كنت موجود معاها ساعة ما كانوا بيعملوا السيشن والحاجات دي. لا كان الفيدباك بتاع الناس كان حلو، انا استغربت. طب الحمد لله الحمد لله. هل شاركت في اي اسبوع موضه من اسابيع الموضه اللي بتبقى في البلاد او المدن العالميه، زي مثلا اسبوع الموضه بتاع فرنسا، اسبوع الموضه بتاع انجلترا، اسبوع الموضه في ايطاليا، في نيويورك؟ لا حتى الان لسه. بس ان شاء الله اكيد هيكون فيه ان شاء الله. طيب معانا فستان تاني وفي السيجنتشر بتاعتك بقى القطيفه ظهرت اهي. كلمنا بقى ده صيفي بقى ولا شتوي؟ يعني هل ممكن نلبس القطيفه في اي وقت في السنه ولا لازم في الشتاء؟ في ناس بتختلف كتير على الموضوع ده، ولكن انا بشوف ان الفستان السواري انا مش مرتبط بحاجه اكيد بيبقى فيه ديزاينز معينه بيبقى مثلا موضوع شتاء او صيف، ولكن انا بحس ان ساعات في فابريك لايقه على الديزاين، شكله لايق يعني، وكمان اللون بتاعها جميل شكله حلو، ليه ما عملوش في الصيف؟ فانا الفكره ممكن يكون غلط او صح، ولكن ما بلتزمش قوي بحته الفابريك نفسها عامله ازاي، على قد ما بيهمني الديزاين شكله عامل ازاي. بس انا من اكتر الحاجات اللي لفت نظري في الفستان ده انه ما فيهوش تطريز، انت حاطط بس الكريستالات بالظبط. وكريستال حلو يعني، مش كريستال وحش. وبعدين كمان عاجبني قوي تكوين الالوان، الموف مع السوماه طالع حقيقي حلو قوي. شكرا. لا فستان جميل جميل جدا جدا جدا. تسلم ايديك. وبعدين برضو من اكتر الحاجات اللي لفتت نظري انك انت من ورا عامله الكريس كروس ده، فبالتالي ممكن يكون مناسب لاي جسم،
بالظبط. فالمقاس ما يكونش فيه مشكله. بالظبط. هو قطعتين ولا قطعه واحده؟ الاكستند الكيب بس اللي من فوق والدريس واحده. اه طب ده لطيف. يعني ممكن تلبسه على حاجه ثانيه كمان. ده حلو جدا. محمد جدا. بجد انت نورتنا وبنشكرك جدا جدا على الفستان الجميل اللي قدمته للعروسه. ان شاء الله اللي جايه هتلبسه باذن الله الفائزه معانا في السفيره عزيزه، والديزاينز بتاعتك تهبل، وبنتمنى لك كده ان شاء الله كده نروح نقابلك في فاشن ويك في فرنسا باذن الله قريب. نورتنا. شكرا. بنشكرك جدا يا محمد. هنخرج لفاصل ونرجع نكمل بقيه فقرات بيت السفيره عزيزه. مليان قصص وحكايات لكائنات مختلفة عايشة حوالينا. أغلبنا بيعرف عن القصص دي من الأفلام الوثائقية والصور والحكايات اللي بتبقى موجودة في المجلات اللي عادة بتبقى مهتمة بالحياة الطبيعية. ولكن ضيفنا اللي موجود معانا النهاردة واللي منورنا في الاستوديو حكايته بدأت من بور فؤاد في بورسعيد بعد ما قرر إن هو يوثق حياة الكائنات المختلفة اللي موجودة هنا في مصر من خلال صوره ومن خلال دراسته. هو كان دايما بيدرس اكتر عن الطبيعه والطيور والحيوانات، ومش كده وبس، هو كمان كان بيشارك في حمايتها عشان يبقى مراقب لهجره الطيور، وكمان مصور للحياه الطبيعيه والحياه البريه وباحث بيئي. نورنا النهارده في الاستوديو الاستاذ واتر البحري، مصور حياه طبيعيه ومسؤول برنامج الحمايه في الجمعيه المصريه لحمايه الطبيعه. اهلا وسهلا بيك يا واتر. اهلا وسهلا بيك. ومتشوقه جدا اني اسمع حكاياتك لاني انا بحب الحيوانات جدا. تسلمي ان شاء الله. احنا عايزين نعرف منك في الاول طبعا انه تصوير الطيور المهاجره والحياه البريه وفي الميه كمان من الحاجات الصعبه، ان انت تبقى قاعد مستني لمده طويله جدا. بدا معاك ازاي انه انا هو ده الحاجه اللي انا عايزه اعملها؟ يعني التكه بتاعتك هي جايه من طفولتي. يعني احنا تمانية من صغري، طبعا احنا بور فؤاد من بورسعيد، فعندنا بحر، عندنا قنال، عندنا محميه شتوم الجميف في المنزله، فانت الوايلد لايف حواليك عموما الافق عندك واسع. بلس انه على طول كان اهلي منسافر سينا، بنعمل كامبينج في اواخر التسعينات والثمانينات، ف الدنيا واسعه، انت شايفه حياه بريه قدامك كتير. لغايه ما انا كان والدي تمني بيجيب لنا مجلات ناشونال جيوغرافيك، وانا بتفرج على الافلام بتاعت جاك ستول اللي هو الرحالة الفرنساوي. لا قلت لا، ده عايز ابقى انا، عايز ابقى باحث بيئي، بعمل افلام وثائقيه، بعمل ابحاث، وشايف مصر. انا طبعا عشان بنلف فشايف مصر في حاجات كتير احنا طبعا. حرام، لا احنا عندنا حاجات كويسه وفي حاجات ناس مش عارفاها، حاجات كتير محدش عارف. كتير. ايوه احنا عندنا 3 4 هم اللي عارفينها والباقي كله مش موجود. مش موجود، واحنا مفيش مامبلز عندنا والكلام ده. فلا لا قلت سبحان الله، انا عايز القصه بتاعت الحيوانات دي، عايز انقل قصه الطبيعه دي الموجوده في مصر او ميدل ايست مستقبلا. يعني في نفس الوقت ان لو انت حبيتي حد في القصه دي او في الحيوان ده هتعرفي تحميه، غير ما تقولي قرار قانون مثلا مصري احنا عايزين نحمي طير معين او كائن معين. الناس يقول لك ايه لازمته، يعني ملهاش لازمه. لما انت تصوريه وتعيشي القصه ونعمل بيرسوناليتي اتاتشمنت مع الكائن نفسه، تعيشي في العالم بتاعه وتنقلي قصته هو، الناس بس ده صعب. يعني هل انت بتقعد بتراقب مثلا؟ انا عارفه ان في بيبقى في طيور مهاجره وبتبقى ليها اوقات معينه في السنه واماكن معينه بتجيها وكل ده بالزبط. لان انا هي حد من اسرتي مهتم بالموضوع ده. فهل انت من النوع الناس اللي بتراقبهم وبتروح وراهم الاماكن اللي بيروحوها وكده؟
انت بتهز راسك يبقى ده اكيد. ايه هي اهم الطيور اللي بتهاجر لمصر؟ احنا مصر او اشهرها اشهرها احنا مصر عموما في اربع مسارات هجره، معظمها الطيور المائيه او طيور الحوامل اللي هي الصقور والنسور والكلام ده، ودي بتهاجم من اوروبا تعدي على مصر، من مصر تنزل افريقيا والعكس في الربيع والخريف. في منهم طيور مقيمه عندنا اللي هي اللي احنا بنقول عليها الطيور المائيه اكثرها، زي الفرخه السلطانيه او الدجاجه السلطانيه، دي اسمها افريكان سوامب هن. الفرخه دي ناس كتير مش عارفاها، لا وانا حاسس ان مهزور حقها بصراحه، ان دي فرخه لونها ازرق ومنقارها احمر. انا شفت لها صوره دلوقتي من شويه. بالظبط، دي من الطيور اللي للاسف عليها ضغط كتير في الصيد في منطقه الدلتا، بس لو نزلت تحت في اسوان كتير عشان هي فيري شاي بيرد، وناس كتير جايه من بره عشان يشوفوها اصلا كمان. فبس دي دورها بيئيا انه بتحافظ على التنوع الخضري بتاع البوص اللي في الجزر في النيل. ليه؟ هي بيجي بتاكل البوص، بتقطمه وبتاكل اللحاء اللي جوه. أوكي. فالبوص بيتكاثر عن طريق العقله نفسها. أيه. بيبتدي يطلع جدر جديد فيطلع بوص جديد. فبالتالي وجودها مهم بالنظام الايكولوجي، النظام البيئي بتاع الارض الرطبه خصوصا في النيل او في البحيرات، ان تبقى موجوده عشان تعمل اكسار للنبته دي، اللي هي النبته اساسا ديت طبعا بتهدي سرعه المياه في الجزر في النيل والكلام ده، بالتالي في نباتات في اعتقد ان دي صوره هي دي الافريكان سواب هين. هي شكل الفرخه العاديه على فكره، بس اللون هو اللي مختلف. اللون مختلف. ليه بيصطادوها؟ عشان ياكلوها. احنا في مصر للاسف اي حاجه ملونه مهمه تتاكل. طب ليه يا جماعه؟ فعلا. فلا يعني هي دورها مهم بيئيا جدا، وحتى شايفين منقارها زي القصافه كده. في صوره ثانيه دي بتهاجر معلش من فين لفين؟ لا مش بتهاجر، دي من الطيور المقيمه بتاعتها. مقيمه في مصر. انت في حاجه كنت لسه بتتكلم عليها، فكره انه الناس ما بتبقاش مهتميه قوي، فكره انه نصطاده وينقرض، ايه اللي هيحصل؟ مش فارقه كتير. ودلوقتي انت بتتكلم على التوازن البيئي، فاحنا عندنا اكيد حاجات تانية كتير بتخل بالتوازن البيئي واحنا بنصطادها وقربت تنقرض، ايه تاني غير الطائر؟ من الطيور اللي ممكن تنقرض عندنا في مصر، او هي للاسف يعني هي من الطيور المهاجره عالميا برضو بتجينا مهاجره، اللي هو النسر المصري، اللي هو رقم اسمه ده حرف الف او حرف اي في المصريه القديمه، اللي هو الايجيبشن فولتشر. ده مهدد بانقراض عالميا، موجود في شرق اوروبا وموجود في اسبانيا، موجود منه سبيشيز ثانيه في الهند، وزمان كان في مصر موجود عندنا من اول القاهره لغايه شلاتين. مع تغير المناخ، مع تغير اللي احنا اتمدنا عشان هو بياكل اللي اسمه ده اللي صورته برضه ده صورته ده دي صوره لسه مصوره السنه دي في منطقه الجلاله في البحر الاحمر. فهو كان من الطيور المقيمه كانت عندنا، وبقى انقرض لغايه ما وصل شلاتين، اخر مكان فيك في مصر موجود موجود في شلاتين كمقيم. بس دي صوره دي في شلاتين اهيت. فموجود منه بيجي منه مهاجر. دول كذا واحد جنب بعض؟ كذا جنب واحد بعض بياكلوا فريسه. كاركس معزه ميته. بس ده بيعملوا ايه؟ بينظف البيئه من اسمه ايه؟ الحيوانات الميته. بالتالي مش هيحصل تكاثر للميكروبات او الحشرات. فبالتالي هو بينظف، وجوده مهم في البيئه المصريه وبيئه منطقه الشرق الاوسط عموما او شرق اوروبا. فاحنا حتى دوليا احنا عاملين مشروع عليه للحفاظ عليه من الانقراض، تعاون مصري بلغاري من كام سنه، وفي جهود دوليه جديده اللي هي يرجع تاني اعاده اكساره تاني. سبب انقراضه الصيد برضو؟ ليه سببين. السبب الاولاني انه تغير المناخ، دي واحد. اثنين، للاسف الناس كتير في اللي هو في الطب البيطري بيدوا مضاد حيويه للبقر او المعيز والكلام ده. المضاد الحيوي ده نوع معين بدون ذكر اسمه، يعني بيبقى موجود في الحيوان لغايه ما يموت. فيجي النسور خصوصا اللي هي الفولتشرز زي الايجيبشن فولتشر او لابيت فيت فولتشر، سواء كان في افريقيا او في مصر او غيره، الكركس نفسه لسه او الجثه نفسها لسه فيها الماده دي، يجي ياكلها هو بيتسمم. وهو اصلا دوره انتاجه للكائن نفسه كفولتشر يعمل بيض، هو بيض اثنين ثلاثه واذا عاشوا. بالتالي هو عضلت بيموت والفرخ بيموت كمان. فده من ضمن المسببات، واحنا في بيج كامبين انترناشونال كامبين بنعمل عليها اللي احنا تغيير الماده ديت، وفي نفس الوقت نحافظ على الهبيتات بتاعته، خصوصا يعني
الفولشرز حتى في ناس كتير حتى من ناس اصحابنا بيقول لك اللي هو يعني اليف اللي هو مش بيصطاد مش بيقتل اللي هو بيشيل عننا حاجات وحشه قدامنا البيئه. طب انا من ضمن الصور اللي احنا اتفرجنا عليها شفت مجموعه من الفلامينجوز. تمام. الطائر ده طائر جميل جدا وما كنتش عارف ان هو موجود عندنا في مصر. الطائر الفلامينكو من احلى الطيور اللي ممكن تشوفيها في مصر وفي بره كمان. الفلامينكو من الطيور الاجتماعيه المهمه جدا في الويتلاندز. اهي دي صورته. بالظبط كده. وموجود عندنا بيجي لنا مهاجر، بيجي لنا حاجات من جنوب اوروبا خصوصا من فرنسا. يعني في من الصور دي مصوره انا في بور فؤاد كانت فيها رينج اتنين رينج تاجز، عرفت اللي هي جايه منين لما توصلت مع ناس في اوروبا. جت جايه لنا من جنوب فرنسا وبرضه يعني من ملاحه في فرنسا في جنوب فرنسا في نيس، وجات لنا في الاخر في بور فؤاد في ملاحه بور فؤاد. الطيور الفلامينكو بيجي لنا بيشتي عندنا في مصر وفي منه بيقعد مقيم عندنا في مناطق معينه زي بردويل في العريش، في سيوه، فيوم، بورسعيد، بور فؤاد، وساعات بيبقى موجود ساعات في النيل، ساعات في اسوان، في عدد منه هناك. هو طبعا اهميته اللي هو بيروح في المنطقه الاراضي الارض الطينه نفسها تبقى ارض طفله سوداء او اللي هي التربه الطينيه. طبعا في بور فؤاد وفي الفيوم وفي سيوه المناطق دي كانت نهر النيل القديم بتاعنا، فلسه كان في بواقي فيها، فالطبيعه الويت لاند هناك مساعده اللي بيبقى فيه طحالب، في اسمه ده جمبري، في قواقع وكلام ده، فده اكله. وده دور الطيور الخواضه او الطيور المائيه، هي بتنظف ال من الديدان بتاعت الموجوده في البحيرات، البحيرات المالحه بالذات او البحيرات العذبه. في نفس الوقت هو وجوده اللي هو خارج من جسمه ده برضو زي ماده عضويه للسمك، السمك الصغير او الجمبري الصغير، فهو بيعمل اعاده تدوير للبيئه نفسها اللي هو فيها. ف يا ريت ما حدش يزعجه، هو طول خجول جدا، بس لما بيستأمن ممكن يبقى قدامي. يعني الصوره دي يعني بدا طبعا في بور فؤاد ما فيش حاجه كتير بيجي له كتير، بس طبعا الفتره الاخيره دي ما شاء الله عملنا عليه مهرجان طيور لبورسعيد. ده اول مهرجان رسمي يتعمل في يناير اللي فات، فالناس بدات تجي له، فاحنا من تمام نقول للناس عايز تتفرج عليه في يوم في بورسعيد حتى. ادي مسافه امان بينك وما بينك من الطير عشان تستمتع بيه. ليه احنا بنجري وراه؟ اكيد في ناس ده فلامينكو وعايزين يشوفوا ونحضنه ده فلامينكو ونجيب. لا بس يعني هو ما يعرفكيش، فانا اديله مساحه يعني تقربي له واحده واحده، هو هيجي لك عندك. هم فرندلي مع البني ادمين؟ لو ما فيش هانتنج اي كائن ممكن يجي لك. يعني في تملي الوايلد لايف عموما في حاجه اسمها السيف زون بتاعت الكائن وفي التراست زون. يعني طول ما فيش صيد في امان بالنسبه للكائن. بالظبط، وما تاكلوش وانت سيبه معاه. يعني بواتر البحري، مصور حياه طبيعيه مسؤول برنامج الحمايه في الجمعيه المصريه لحمايه الطبيعه، احنا بنشكرك جدا جدا جدا. العفو. وبنشكرك جدا جدا على الصور الجميله وعلى مجهودك، وربنا معاكم ان شاء الله ان انتوا تقدروا تحموا الطبيعه باذن الله مننا كبني ادمين. ودلوقتي هنروح لفاصل صغير، نرجع نكمل معاكم فقره السفير العزيز.